ماجيك نوت فور ساينتفك ريسيرشرز اند مايكروسوفت وورد يوزرز هاو تو مانج كوبيد باراجرافز فروم اني سورس انتو وورد ان وان ستيب. نركز مع بعض يا جماعه لان ملحوظه غايه في الاهميه وما يحسش بقيمه الملحوظه ديت الا اللي استخدم الوورد وهو بيعمل كوبي وبيست من اي مصدر على الانترنت او من كتاب او من بيبر ورقه بحثيه من على النت او غيره. شوف كم التعب علشان ينسق الكلمات اللي عمل لها ايه نسخ من هذه المصادر في ملف وورد. النهارده خطوه بسيطه نحاول نشوف ازاي نعمل تنسيق لهذه الكلمات او البراجرافات اللي انا خدتها من على النت وحطيتها في ملف وورد تتنسق بمنتهى البساطه ازاي. وزي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم العلم وعلمه. الحاجه ديت انا اكتشفتها اكسيدنتال بظروفها وانا بجرب وانا شايف وانا بشوف شغلي وعرفتها بالمصادفه فقلت احاول افيد غيري ويا رب تكون مفيده للجميع ان شاء الله. انا دلوقتي لو بفرض انا دخلت على النت بالشكل ده ودخلت كتبت مثلا عايز اعرف مقال عن الفسيولوجي مثلا دخلت وليكن في موقع الويكيبيديا مثلا لقيت مقال عن الفسيولوجي فانا خدت باراجراف وحبيت انقله للملف وورد عملت كوبي وجيت على ملف الوورد بالشكل ده كده وعملت بيست طلعت الكلمات بالشكل ده كده اللي انا ناقلها من الويكيبيديا على سبيل المثال ولقيت كلمات زي ما احنا شايفين تحتها خط وبلون تاني وفي زي ما يكون في هايبر لينك لموقع تاني او لصفحه تانيه على النت. علشان انسق الكلمات دهيت واخليها اشيل الهايبر لينك دي واخليها كلها بلون واحد وفورمات واحده وحجم خط واحد وانسق ده اكيد هتاخد مني وقت طويل. واللي اشتغل كابحاث واللي اشتغل في انه يعمل كوبي بيست من بعض المواقع او من بيبر او غيره لقى المشكله دي وخدت وقت طويل قوي معاه. نفس المشكله لو انا جيت على شغال في بحث مثلا شغال انت في بحث ولا حاجه وجايب ورقه بحثيه وتاخد جزء من الورقه البحثيه بتعمل كوبي بيست مثلا لجزئيه من البيبر او الورقه البحثيه ديت علمت عليها وجيت عملت كوبي ورحت على ملف الوورد وعملت بيست طلعت بالشكل ده كده. علشان انسق ديت اكيد اللي اشتغل رساله ماجستير رساله دكتوراه تحضير ابحاث هيشوف كم المعاناه ان انا انسق ديت بنوع فونت واحد حجم واحد زي ما قلنا تنسيقها انا عايز ديت بدل ما هي نص سطر كده تكمل تبقى السطر كله هتاخد مني وقت طويل جدا. ازاي بخطوه واحده اقدر انسق الكلام ده كله بمنتهى السهوله وبدون ما اضيع وقت وبدون ما اتعب نفسي. ده اللي انا بحاول اعمله النهارده واللي زي ما قلت عرفته بالصدفه وانا شغال عادي خالص في ابحاثي. طيب الحل ايه؟ بسيط قوي. انا هبدا عايز اعمل كوبي بيست لهذه الاشياء اللي انا عملت لها ايه؟ اللي انا عاملها بيست في الوورد بالشكل ده او من على النت بقى مباشره احطها فين؟ في الوورد تبقى منسقه. يبقى انا هعلم على الجزئيه اللي انا عايز اعمل البيست فيها اهو وهظبط التنسيق بتاعها الاول. يعني انا عايزها مثلا هنا وليكن تبقى مقاس 12 يبقى حجم الخط هنا 12 وعايز نوع الخط تايمز نيو روما وعايز الخط يبقى متنسق بالشكل ده يكون واخد الايكوال كده الحروف بتاعته متساويه بالشكل ده. انا حطيت المواصفات بتاعته عايزها تبقى ايه ما تبقاش غامقه فخليتها كلها بالمواصفات دي. يبقى انا اي خط من ده واضح صفات الخط هنا ايه هيبقى مكتوب ازاي. بعد كده لو انا عايز اجرب الايه اخد من على النت عشان تبقى داينه انا هدخل على النت تاني اهو وهروح على مثلا الويكيبيديا اهو انا عايز الباراجراف ده مثلا
عايز الباراجراف ده هو، عملت رايت كليك وعملت كوبي. طيب لو انا رحت على على الوورد مباشرة زي ما رحت في الاول كده وكتبتها تبقى بالشكل ده، لا انا عايز حاجة بقى هي اللي ايه هتحل لي المشكلة ديت. هقوم داخل على الانترنت، هروح على جوجل، هعمل ايه؟ هختار جوجل سكولر، سكولر اللي هو جوجل سكولر، علمت على سكولر اهو، هختار جوجل سكولر خلاص. فتحنا الجوجل سكولر، هقوم عامل رايت كليك واقوم حاطط بيست، عملت بيست اهوت للفقره من الويكيبيديا او من اي موقع انا خدتها، وحطيت بيست فيه الباحث العلمي اللي هو جوجل سكولر. هعلم عليها تاني كده، مش هبحث ولا حاجه، انا هعلم على اللي انا عملت لها بيست، وعمل ايه رايت كليك كده واقوم قايل كوبي، واقوم رايح على صفحه الوورد اللي انا منسقها ومظبطها على الحجم ونوعيه الخط اللي انا عايزه، واقوم جاي عامل رايت كليك كده واقوم قايل بيست. ايه رايك؟ اتنسقت تماما اهيت بنوعيه الخط اللي انا عايزه. قارن في خطوه واحده عملت ايه، وكنت لسه هاخد وقت قد ايه علشان انسق اللي تحت دي، ديت هي من غير ما استخدم الايه الجوجل سكولر، من غير ما اعمل بيست في الجوجل سكولر وكوبي منها تاني واحط في ملف الوورد. طيب ديت موقع اهوت من على النت. طيب الورقه البحثيه بقى، انا عندي الورقه البحثيه عملت كوبي، عملت كوبي للجزئيه دي وحطيتها في ملف وورد اللي ادتني بالشكل ده، يعني الورقه البحثيه اللي عندي ديت عملت رايت كليك اهو كوبي، وقمت رايح مباشره على صفحه الوورد وعملت بيست، ادتني الشكل ده. انا مش عايزه كده، انا عايزه منسقه بالصفات والمواصفات اللي انا عايزها، لان عشان اقعد انسق في ده تاخد من وقت طويل. هقوم رايح بردك على الجوجل سكولر اهو، صفحة الجوجل سكولر اللي انا فتحتها وعرفت فتحتها ازاي، واقوم عامل رايت كليك كده، علمت على اللي فاتت، اشيلها خالص حتى عشان اريح دماغي، انا معلم على دي كلها شلتها خالص اهو، واقوم عامل رايت كليك واعمل بيست للحاجة اللي انا عامل لها كوبي، واقوم علم عليها تاني كلها تاني، واعمل رايت كليك كوبي. ها يبقى انا الخطوة الاولانية ان انا بعمل كوبي من المصدر اللي انا عايز منه كوبي عشان احطه في الوورد، وما اروحش على الوورد على طول، لا اروح على الباحث العلمي الاول، اقوم حاطط بيست للباراجراف او الفقره اللي انا عايزها، ثم اعمل كوبي منها تاني واروح بقى على صفحه الوورد. يبقى انا عملت كوبي اهو، رايت كليك كوبي، واقوم رايح على ملف الايه الوورد بتاعنا، واشوف انا اروح على ملف الوورد واقوم عامل ايه، هروح على المكان اللي انا عامل فيه تنسيق، ركز المكان اللي انا عامل فيه تنسيق اهو، واقوم عامل ايه كنترول في، او اقوم عامل رايت كليك وقايل بيست. واضح جدا اهي، شوف بدايه الكلام اهو، وي سجست ذا انفلونس اوف معرفش ايه، بدات اهيت بتاع وي سجست ذا انفلونس ذات ذا انفلونس اوف معرفش ايه، يعني بمعنى اخر شوف ديت كانت هتاخد مني وقت قد ايه في تنسيقها، دي مجرد كوبي وبيست اتنسقت وما شاء الله. وحتى في حاجه مهمه قوي، لاحظ هنا ان مثلا في الباراجراف الاولاني اهو كلمه مايكرو اورجانيزم هتلاقي فيه الهايبر لينك اهي، طب روح فوق بقى كده شوف المايكرو اورجانيزم عليها هايبر لينك، لا طيب انزل على صفحه الايه الصفحه اللي جايبها من على البيبر بتاعت النت، هتلاقي ادا الايه الريفرنس اهو لون مختلف، وفي بعض الاوقات بيبقى فيه هايبر لينك، تيجي هنا تلاقي اللون بقى ايه لون واحد اهوت، الريفرنس لون واحد ومفيش هايبر لينك عليها. يبقى ده انا سيمبلي عملت ايه، عملت تنسيق لاي باراجراف او اي فقره انا جبتها من على النت او من ورقه بحثيه حطيتها في ملف وورد بدون ما اتعب نفسي في ان اضيع وقت في التنسيق. الحل بمنتهى البساطه ان انا بعمل كوبي للباراجراف اللي انا عايزه، اروح على الجوجل سكولر اعمل بيست فيه لهذا الباراجراف، ثم ارجع اعمل كوبي للباراجراف اللي انا عملت له بيست فيه الجوجل سكولر، واخده اروح اعمل بيست فيه الجزء اللي انا عامل له فورمات في ملف الوورد. بس اول خطوه خالص لازم الاول جزء اللي انا عايز اعمل فيه بيستنج في الوورد اكون نسقته، حجم الخط، نوع الخط، مظبط البارامترز اللي انا عايزها علشان تنزل بنفس المواصفات. لا
لان انا لما اجي هاخد من الجوجل سكولر هاجي اعمل بيست في ملف الوورد هتتنسق بالمواصفات اللي انا حاططها في صفحه الوورد. ارجو انها تكون نقطه مفيده للجميع، ونسالكم صالح الدعاء.